حياكم الله مشاهدينا الأكارم بحلقة جديدة من برنامج البيئة وعي، هذا البرنامج الذي تعده لكم دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة. وسنشاهد بحلقتنا لهذا اليوم أبرز المهام والفعاليات التي تقوم بها وزارة البيئة، والبداية من العناوين: استخدام الأسمدة العضوية الصديقة للبيئة في مزارع فدك للنخيل. كما نشاهد في هذه الحلقة الأنشطة الرقابية المهمة والفعاليات التوعوية لمديرية البيئة في بغداد وبقية المحافظات. حينما تدخل هذا الشارع الجميل الكائن في منطقة الدولع شمال العاصمة بغداد، لابد أن تنبهر بكثير من الأمور. هذا الشارع لم يصممه مهندسا أو مصمما أراد له أن يكون بهذا الجمال، وإنما هي أذواق وأفكار متقاربة لأهالي هذا الشارع جعلتهم يتبادلون الأدوار ليكون بهذه اللوحة الجميلة. ندعم هكذا مبادرات من خلال تقديم دعم في مفاتحة الجهات المعنية في تقديم كافة الاحتياجات اللازمة من أجل أن تكون شوارع العاصمة بغداد الحبيبة بهذه الجمالية. اللي يشوفونه قدامكم جهود ذاتية، احنا نريد انه تتعمم هاي يعني مثل ما يقول الفكرة وهاي الى جميع او عموم المنطقة. نطلب من بقية المواطنين والمناطق أن تحذو حذو هذا الشارع، لأن هيك هاي الطبيعة مثل ما تعرف بها فوائد كلش كثيرة، منها تعتبر مصد للرياح، تنقي الجو، تنقي ثاني أكسيد الكربون، يعني راحة نفسية. هذا الشارع الذي يسمى صديقا للبيئة، فتجد فيه المساحات الخضراء والتشجير والألوان الجميلة والاستخدام الصحيح للمياه والعناية بالحيوان ووضع الأقفاص النموذجية على الأعمدة والأشجار. لذلك عندما تسير في هذا الشارع لا تغادرك صوت العصافير وزغزقة البلابل وتمازج الرياح مع أوراق نسيم هذه النباتات الجميلة. نشكر حضوركم وزارة البيئة لهذا الشارع اللي هو صديق البيئة، واحنا ندعي يعني كل المؤسسات والوزارات زور هذا الشارع، حتى باقي المناطق تحذو حذو هذا الشارع. احنا طبعا بدينا بآلات بسيطة، بدينا من الصفر، يعني حديقة حديقتين شباب، والحمد لله والشكر الشارع وصل لهذا المستوى. وفر لنا بيئة صحية من ناحية اولا الظل، اثنين اذا هناك تراب يعني تكون يعني كثافة التراب قليلة نتيجة الأشجار. ثلاثة أنه هذه الأشجار هي تفيد الإنسان يعني بشكل عام، لأنه الإنسان يتنفس الأكسجين، والأكسجين منين يخرج؟ عن طريق هذه الأشجار. نشكر أهالي شارع الإمام الحسين وكل من شارك وساهم في إنجاح هذا الشارع، ونشكر الجهات المعنية بالخصوص الذي وصلت هذا الشارع لأعلى مستوى. هذه رسالة لكل مواطن عراقي، عندما يفتح باب داره يجب عليه أن يجد مثل هذا المنظر الجميل الذي وجدناه في شارع الإمام الحسين في منطقة الدولعي ببغداد، من خلال تعاونهم في عملية التشجير والتنظيف ليتوفر لديهم بيئة صحية صحيحة. لبرامج التوعية البيئية، نمير علي الحسون، بغداد. ما هو الإشعاع المؤين؟ الإشعاع المؤين هو نوع من الطاقة تطلقه ذرات معينة في شكل موجات أو جسيمات كهرومغناطيسية، ويتعرض الناس للمصادر الطبيعية للإشعاع المؤين، ومنها ما يوجد في التربة والماء والنبات، ولمصادر أخرى من صنع الإنسان مثل
أجهزة الأشعة السينية والأجهزة الطبية، والإشعاع المؤين العديد من التطبيقات المفيدة، حيث يستخدم في مجالات عدة مثل الطب والصناعة والزراعة والبحوث. ومع زيادة استخدام الإشعاع المؤين يزداد احتمال وقوع مخاطر صحية في حالة عدم استخدامه أو احتوائه بشكل صحيح، ويمكن أن تحدث تأثيرات صحية حادة مثل احتراق الجلد أو الإصابة بمتلازمة الإشعاع الحادة عندما تتجاوز جرعات الإشعاع مستويات معينة، ويمكن أن يزيد التعرض لجرعات منخفضة من الإشعاع المؤين من خطر حدوث تأثيرات طويلة الأجل مثل الإصابة بالسرطان. مواكبة التطور في المجال الزراعي الذي يتطلب استخدام كل ما يعطي فائدة وإنتاجية أكثر، هذا ما حرصت عليه مزارع فدك للنخيل من خلال استخدامها للسماد العضوي الصديق للبيئة والتخلص من الأسمدة الكيماوية الضارة للتراب الزراعية. هذه الأسمدة العضوية لها فوائد كثيرة، من ضمنها التخلص من الأسمدة الكيميائية تسبب كثير من الأمراض ومن ضمنها الأمراض السرطانية، إضافة إلى التلوث البيئي. فذلك اعتمدنا على الأسمدة العضوية وهي المخلفات الحيوانية، إضافة إلى المخلفات اللي عن مخلفات المزرعة كالسعف عن طريق مجرى شيد، ثم ثرم السعف وتخميره في غرف تخمير خاصة مع إضافات بعض المواد يصبح جاهز، ثم إضافته إلى النخيل. لكل نخلة تقريبا نضيف 30 كيلو حسب عمر النخلة والنمو مالتها. مواقع وغرف لتخمير السماد العضوي داخل المزرعة والعمل جاري للتحول من المخلفات الحيوانية إلى النباتية لإنتاج السماد العضوي الصديق للبيئة، مما يساهم في التخلص من مخلفات أشجار النخيل المنتشرة على ضفاف الأنهار وتحويلها إلى أسمدة عضوية صديقة للبيئة وغير ضارة للأراضي الزراعية. نحاول قدر الإمكان أنه نستخدم أسمدة عضوية. احنا طبعا في بداية المشروع من يعني قبل لا نزرع اي نخلة حسبنا حسابنا بهذا الموضوع من خلال حفر وتهيئة غرف تخمير عدد 10، نجيب السماد العضوي نخمرها في هذا الغرف طبعا على مود نتخلص من الشوائب والامراض اللي ربما تجي ويا السماد. الغاية من هذا الشيء انه ننتج منتوج اورجانيك 100% وصديق للبيئة، وكذلك نبتعد عن المواد الكيميائية اللي هي تضر بالإنسان. الحفاظ على البيئة، زيادة خصوبة وتماسك التربة، انخفاض التكلفة، سهولة الإنتاج، التقليل من كمية المياه المستخدمة في الري والتقليل من هدر المياه، هذه بعضا من فوائد السماد العضوي الذي يلعب دورا مهما في زيادة إنتاج المحاصيل وإنتاج غذاء نظيف آمن صحي للإنسان والحيوان خال من الكيماويات. التأثير الضار للأكياس البلاستيكية على المياه والتربة والكائنات الحية عندما تتحلل وتتفتت وتدخل إلى أجسام تلك الكائنات، كل تلك الأسباب دفعت الجميع إلى البحث عن بديل لأكياس البلاستيك. الأكياس الورقية آمنة على الصحة حيث لا تتفاعل مع المواد الغذائية التي توضع بها كما يحدث في الأكياس البلاستيك. الأكياس الورقية أكثر أماناً أو أقل ضرراً ولا تكون سبباً للأمراض السرطانية وغيرها. تتميز الأكياس الورقية بسهولة تحللها حيث تتحلل تماماً بعد أشهر قليلة من إلقائها، وتعتبر من المصادر الجيدة التي تساعد على تخصيب التربة. الأكياس الورقية يمكن حرقها دون خوف من أي انبعاثات ضارة بالبيئة أو الصحة. لا يحتوي الكيس الورقي على مواد ضارة يمكن أن تنتقل إلى الأغذية التي توضع بها. المادة المصنوع منها الكيس الورقي لا تتأثر بالحرارة أو التجميد. فعاليات بيئية جميلة نظمتها مدارس بغداد بالتعاون مع دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة لحث شريحة الطلبة والتلاميذ في الحفاظ على بيئتهم، فلنشاهد مقاطع من تلك الفعالية.
بين الأصابع أغسل يدي، تحت الأظافر أغسل يدي، أغسل يدي بالصابون والماء، أغسل يدي بالصابون والماء، أغسل يدي بالصابون والماء. والآن ننتقل مشاهدينا الأكارم إلى الحقيبة الإخبارية لمديريات البيئة في بغداد وبقية المحافظات، فإلى هناك. انتخب العراق عضوا في المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة خلال اجتماعات وزراء البيئة العرب والتي بدأت اليوم في مقر الجامعة العربية في القاهرة، حيث أكد رئيس الوفد العراقي وزير البيئة وكالة الدكتور جاسم الفلاحي في كلمته التركيز على الواقع البيئي في العراق وما تواجهه من تحديات، خصوصا تحدي تغير المناخ والجفاف وتراجع الإيرادات المائية والتصحر والحاجة إلى مزيد من الطاقة وما تم إنجازه من خطوات لمواجهة هذه المخاطر. الفلاحي بيّن خلال المؤتمر أهمية تبادل الخبرات والخبراء بين الدول العربية، خصوصا مواضيع الجفاف والتصحر والإدارة الرشيدة للنفايات والطاقة المتجددة. دائرة التوعية والأعلام البيئي في وزارة البيئة مستمرة بحملاتها الميدانية تحت شعار نعم للأكياس الورقية لا لأكياس النايلون في بغداد وضواحيها، حيث استهدفت حملة اليوم جانب الكرخ والرصافة وتوزيع الأكياس الورقية على أفران الصمون، وقد نالت الحملة رضا المواطن وأصحاب الأفران متمنين أن تستمر هكذا حملات لتوعية المواطن بمخاطر استخدام أكياس النايلون. يأتي ميسان كشوفات موقعية لعدد من أبراج شركة الهاتف النقال للتأكد من مطابقتها للمحددات البيئية الصادرة من الوزارة. وقال مدير بيئة ميسان باسم محمد إن الكشوفات شملت أبراج الهاتف النقال لشركات آسيا سيل وزين العراق وكوراك تيليكوم في قضاء قلعة صالح، وهو ضمن الخطة المركزية في متابعة ومراقبة الإشاعات الصادرة من هذه الأبراج وضمن مطابقتها للمتطلبات البيئية.
كثفت مديرية بيئة كركوك رقابتها وجولتها الميدانية لعدد من الأنشطة والمشاريع في المحافظة للتأكد من توفير المتطلبات البيئية حرصا منها على سلامة بيئة وصحة العاملين والمواطنين. مدير بيئة كركوك علي عز الدين خورشيد قال أن فريق المديرية أجرى زيارات ميدانية إلى مخازن شركة غزة الشمال لمراقبة خزن المواد الكيماوية بصورة أصولية وفقا للمحددات البيئية، مضيفا أنه تم تدقيق المخزن وجرد المواد المخزونة داخله، وتم ملاحظة جهود كبيرة من قبل الكوادر المشرفة على المخزن في طريقة خزنها النظامية. نظمت فرق مديرية بيئة صلاح الدين ودائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الشمالية وبيئة كركوك زيارة ميدانية إلى منطقة مصافي الصينية للاطلاع على الواقع البيئي فيها. وقال مدير بيئة صلاح الدين محمد مجيد أن الفريق المشترك قام بفحص وقياس نسبة التلوث في الهواء والقريب من المصفى ومعرفة مدى تأثيرها على مزرعة الدواجن القريبة والتي تبعد مسافة عن المصفى، مبينا أنه تم إجراء الفحص لقياس المركبات العضوية المتطايرة وجهاز لقياس الدقائق العالقة وتحديد النقاط المطلوبة بالكشف وقياس المسافة بين المصفى والمزرعة، وكذلك الاطلاع على واقع حال المزرعة الدواجن وإعداد التقرير المفصل عن الكشف. أثبتت قراءات أجهزة المسح الميدانية والفحوصات التي قام بها مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة عدم وجود أي تلوث إشعاعي في ثانوية الضحى للبنات في العاصمة بغداد. مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع الدكتور صباح الحسيني قال إنه من أجل الحفاظ على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية من التعرض للإشعاع وتوفير بيئة سليمة خالية من مظاهر التلوث الإشعاعي، قام فريق فني تابع إلى المركز بزيارة لثانوية الضحى في بغداد الجديدة لإجراء التقييم الإشعاعي الشامل للمدرسة والفحوصات التي شملت الأروقة والبنايات والمساحات كافة التابعة لها والتي أثبتت عدم وجود أي تلوث إشعاعي في ثانوية الضحى للبنات. استجابت مديرية بيئة بغداد لشكاوى أهالي منطقة حي أور محلة 327 بخصوص وجود انبعاثات وضوضاء ناتجة عن تشغيل مولد كهربائي داخل الحي السكني. تم إجراء الكشف البيئي على الموقع ولوحظ التزام صاحب المولد بالمتطلبات البيئية كافة من خلال وضع كاتم للصوت وإحاطة الموقع بالكامل بمادة عازلة للصوت، فضلا عن إكمال تشجير الموقع، ولم يلاحظ أي انبعاثات للدخان أو انسكابات تصريف للمجاري العامة. وبهذا مشاهدينا الأكارم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من برنامج البيئة وعي. إلى اللقاء.